هادو احسن نصائح باش تعيش مزيان في حياتك. اللي بلوكاك بلوكيه، واللي تعطل عليك في الجواب خليه حتى لغدا وجاوبه، واللي هضر معاك ناقص ما تعاودش تهضر معاه، واللي عايرك ما تجاوبوش خليه يموت بالفقصه، واي حاجه تخسرها خسرها نيت باش ما تبقاش خايف. واخر نصيحه، ما تعطيش لبنادم كتر من قياسه. تحياتي.